السلام عليكم، كي دايرين لاباس حبايبي؟ بخير، شتعاودوا امركم هانيه، كلكم بخير. نتمنىكم تكونوا بخير في الاحسن الاحوال، بالصحه والعافيه ان شاء الله، باش ما تمنيتوا ان شاء الله. غبرت عليكم هاد اليامات، كان عندي واحد المشكل مع الموبيل وحل عاد حليته، كانت بلوكا ليا، مابقاش بغا يسجل ليا، مابقا يدير ليا شي حاجه، ما عنديش باش نسجل. فلهذا بقيت حتى شريت لي واحد لاكارت ادابتي مع التليفون، حيدت منه كاع داك الشيء، مسحته، ما بغاش يدير، وليت عاد فورماطيتو، عاد ولينا كنخدموا بالسلامه والعافيه، عاد ولينا خدامين بالموبيل. ونتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله، كلكم حبابي، كلكم بصحة جيدة إن شاء الله، وتكونوا دوزتوا هاد البرد وهاد الثلج وهاد الشتاء والفيضانات وهادشي كلشي اللي دزنا، يكون فاتكم وخلاكم بصحة جيدة إن شاء الله، وما لا فاقدين ولا مفقودين. ونتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله، وانتم معايا، وما تزابيوش. أنا بغيت ندير اليوم واحد العشيوة ديالي، حيت أنا صايمة، بغيت ندير واحد العشيوة ديالي، وما وقلت علاش لا ما نشاركاش معكم، غير حاجه خفيفه باش نتعشى انايا. هذا مكان، وغتبقاو معايا وغندور الكاميرا، وما تمشيو فين، هاني معاكم. يلا تبارك الله عليكم، نوريكم اش اللي غادي ندير لعشيوتي. هنايا ثلاثه ديال فصوص الثوم، وعندي الزبانخ، واللي غادي ندير ها هما الزبانخ، خنشه ديال الزبانخ شريتها باش نديرها نصوطيها. غادي نشدو هاد الثومات، هاد ثلاثه الفصوص ديال الثوم ان شاء الله، وغادي نقيهم بيان سور، وغادي نشلضهم صغيورين، وغادي نخليهم يتحمروا غير شويه قبل ما يتحرقوا، كنرمي الزبانخ، نصوطي بشويه الملحه فقط، ومن بعد غادي نوريكم اش غادي نديرو. وعندي هنايا السومو، غادي ناخذ السومو حتى هو غادي نديرو غير في لابلونش، العشايه اليوم هي السومو صافي، وانتم معايا وما تمشيو فين. ان شاء الله حباباتي غادي نبداو. غادي نبداو اولا، غادي نحطو المقلاة فوق البوطة، وغادي نشعلو نديرو عليها، ميخلطاتش الزيت، خاصكم تعاودو ديما مي تغسلو المقلاة، ديك المقيطة تديو الماء القلاة، مش حاجة مش مي. مش ميبقاش يصرف يصرف عليكم الزيت، تنديرو زويته جلي، معلقه ونص ديال الزيت، أنا حين تندير غير عيني ميزاني، كنشد هاد تلاتة فصوص ديال الثوم، على الخطأ، ديال الطبع. خطأ الطباع ديال الطباعة. المهم غادي نبجغهم بهاد البجاعة، أنا كنبجغهم بهاد البجاعة حيت يديا باقي بزاف الحوايج، المهم معليناش، خاصنا نهضرو على يديا دارو يديا كعدو. المهم غادي هنا صافي، هكا غادي نبجغهم بهاد الطريقة. صافي ما غاديش نخليهم تحرق، غادي نخليوها تحرق شويه قبل ما تبدا تحرق، نحطو الملحة قريبة لنا باش من بعد هنا نديرو الملحة، وغن نضربني بالفينا هكا، هاي الثومة بدات كدير، الثومة لما تحمرات شوية دير على لي ديفينا كتولي كتدير تطاطات وكتولي حارة. هادي جبتنا غندوهم مرمون شوية شوية، ديرين معاكم، خليكم غير تشوفو معاكم، فوالا،
غير هبطوا هادو وبقاو نجيبو الشيز كيف كيف هبطوا ولا شي الصباع اللي جات لينا انا ما كنسلقهمش نتمنى على الصباع اللي جات لينا هذا كنديرو معاها هكا وكنبقى غادية هكا كنبقى غادية كلها في كل دقيقة تعملو شوية حتى كيهبط وكنعاود نعملو تاني شوية هكا وهكذا هادشي اللي طاحنا كنديرو ما بنتش الديكالاج ديال الساعه وحاجه بحال بحالكم انما حنا في هنا في سكوني كيدوا عندنا مع 6 المغرب دابا في الاول فاش يلا بديت الصيام راه شي 15 من هذيك راه كان تيدوي مع 5 تقريبا وشي 40 دقيقه وغادي هكا كيزيد كيزيد دابا راه وصلت 6 البارح تقريبا 6 قل شي تخويق قل شي 3 دقائق ودابا اليوم راه وقيلا ثاني 6 بحال هكاك 6 غتكون 6 قد قد فوالا هاهما هاهما وجدو بلا ما تديريهم لا فوغن والو دابا ها انتما هاد الصوبه ديالي باش نفطر وهاد الطميرات ومن بعد عاد غادي ان شاء الله نحضر العشاء لان انا ما كنقدرش نعمر في الاول كنشرب صويب بحال هكا وطميرات نحل الصيام نفطر وصافي هذا وتنخلي حتى من بعد ساعات تنتعشى من بعد غادي ندير لكم الطبق ديالي ديال العشاء وانتم معايا انتم حباباتي دابا السمو سالمون كنشدو كنديرو ليه كنديرو هكا ياك كنديرو ليه شويه ديال الملحه نورمالمون خصنا نديرو غليظه ملحه غليظه ملحه غليظه احسن ندير لي شويه الملحه غليظه وشويه ديال الغومارين ونعاودو نقلبوه ونفس الشكل شويه الملحه وشويه ديال الغومارين اكليل الجبل ما عرفتش شنو غومارين واكليل الجبل صافي وكنعصرو عليه شويه الليمون هكا شويه قطيره قطيره ديال الليمون صافي صافي ومن بعد غادي نديروه في البلانش انتم حباباتي كنديرو ورق الفرن كنديرو ورق الفرن فوق المقلة هذا سخن ياك ونديرو ورق مخلاتة سخن نصفى من هنا ونحطو ملي تسخن المقلة غادي نحطو الورق ديال الفرن ياك وغادي نديرو ليه جوج دورات دوره دوره صافي وهو وجد السمو ديالنا باش نديرو شانا مازال ما سخنتش بلا زيت بلا والو ها غادي نحطو ديريكت من بلا زيت بلا والو فوق هادي حيت البابي سيتيريزيتي تيديرو تيحفظو من الحرائق ما تيلصقش في المقلة الا درتي بابي سيتيريزيتي ولكن كنقطرو عليه واحد قطرة صافي قطرة
باش مني شنو حيت هو فيه هاد السومو فيه بعدا ديجا هاديك لا ماتيغ غراس ديالو لي هي أوميغا 3 و سميتو عليه مكينعش نخلطو كتيرة الزيوت نديرو الزيت نعاودو هو فيه الزيت ديالو كنديرو ليه واحد ثلاثة دقايق ولا ربعة على هاد الجهة ونعاودو نجيبو الجهة لخرى صافي هو السومو ديالنا طاب هكذا غادي ملي نكمل الطبق غادي ندير لكم الطبق النهائي تبارك الله عليكم وهذا هو العشاء ديالي بيغي ديال البطاطا سالمون لي زيبينار مع الشامبيني ومع الفرماج دو شيف وكنتمنى تكون دوز خفيفه ظريفه تقدروا ديروها تكونوا تعتمدوا عليها بعض الاكلات الخفيفه ديالكم ونتمنى لكم الصحه والعافيه والى فيديو قادم وشكرا على المتابعه ما تنساوش ديروا لي لايك 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 وتشتركوا في القناه بالنسبه لعجبكم المحتوى ديالي ولعجبتكم القناه ديالي ديروا لايك وسبسكرايب ولا درتوا التعليقات حتى هما مرحبا بهم ومع السلامة